ربنا يخليك يا مراد، عايزين نطمن من خلالك على آخر استعدادات المنتخب والأجواء عندك، أخبارها إيه قبل مباراة الغد؟ يعني هو المنتخب زي ما انت عارف وصل امبارح يا امير، واقامه الفندق، وعمل مساحات اول ما وصل الفندق الاقامه. والحقيقه احنا المنتخب في طريقه دلوقتي للملعب، وده اول تدريب الوحيد للمنتخب في توجو في امير. بالظبط. الكابتن حسام بدري كان المنتخب وصل امبارح ففضل ان هو ما يبقاش في تمرين عشان راحه اللاعبين، خاصة طبعا الفترة اللي فاتت دي كانت كلها تدريبات، ورحلة السفر امبارح حوالي 6 ساعات 6 ساعات ونص. فالمنتخب ده يعني في طريقه وخلاص، احنا خرجنا من الفندق لملعب المباراة، اللعيبة كلها جاهزة، اللعيبة كلها يعني. انت لما حققت الفوز يا امير في الماتش الاولاني او ماتش توجو اللي كان في القاهرة، فاكيد الضغط اللي كان على الجهاز اولا وعلى اللعيبة، والحقيقة يعني كان فوز مهم. اي نعم فوز بهدف واحد، وكنا نتمنى اكتر من هدف وكان الاداء يبقى احسن، لكن انت في ظروف صعبة وفي وقت صعب، انت كنت ثالث المجموعه، فالفوز زي ده كان يريح اعصابك. دلوقتي الدنيا اعتقد انها يعني افضل واحسن من الماتش اللي فات. ان شاء الله يعني المنتخب يحقق نتيجه ايجابيه بكره ان شاء الله، ويفوز حتى ويصدر المجموعه الثانيه، ويثبت يعني يحسم التاهل في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. طب يا براد، عايز اسالك على المناخ في توجو، يعني الاجواء اخبارها ايه، الجو يعني في درجات الحراره بتتراوح ما بين كام لكام، يعني المناخ ايجابي وجيد ومناسب للمباراه بكره ولا الامور ايه؟ درجة الحرارة هنا رائعة يا أمير، يعني والله درجة طب حوالي كويس. 30، هو الرطوبة يعني 30 درجة كويسة جدا، درجة الرطوبة يعني كويسة برضه. الأجواء هنا رائعة، فندق الإقامة هو فندق من الفنادق المميزة جدا في مدينة دوم اللي هي عاصمة توجو الحقيقة، وتم تخصيص الدور بالكامل للمنتخب، وكان استعان الكابتن حسام بدري الطباخ الخاص لو كشيف أحمد اللي كان متواجد مع المنتخب في السنوات الأخيرة، وفي مكان معين للاجتماعات ومكان معين للإقامة والفطار والغدا والعشاء للمنتخب. يعني الحقيقة مهيئين كل حاجة، وكل حاجة ماشية كويسة، واللعيبة يعني الحقيقة أول تدريب اللعيبة كلها نازلة جاهزة. طبعا شفنا لقطة كويسة جدا من نادي أستون فيلا اللي بعت طيارة خاصة عشان تريزيجيه تنقله بعد الماتش هنا من العاصمة رواندي للتسجيل على طول. شايف إن دي لقطة كويسة، وبالتأكيد ناس ما كان حابب بتهزرش، يلعب في ما حجم نادي بيهزروش. تريزيجيه. طبعا بتقدر تريزيجيه حاجة الحقيقة، اللعيبة من اللعيبة الكبار جدا. وان شاء الله يعني الماتش بكره يتحقق نتيجه ايجابيه، اللعيبه كلها جاهزه. زي انت اتكلمت عن التشكيل يا امير، يعني معظم اللي انت بتقوله صح، او اللي انت بتقوله صح يعني. طبعا شين هو في حراسه المرمى، ايمن اشرف من الاقرب ممكن يجيب الكابتن حسام بدر الماتش، ايمن النواحي الدفاعيه مميز جدا عن احمد طبعا. الصبح، الحقيقه ظهر بمستوى مميز جدا في الماتش الاول احمد طبعا الصبح، طبعا وخامه كويسه فعلا للمنتخب، فعلا. وجنب طبعا احمد حجازي طبعا الحقيقه لا غنى عنه في الدفاع، لعيبه رائعه جدا وبالتالي خبرات دفاعيه كبيره جدا وخبره كويسه جدا. وينش طبعا لعيبه اللي ظهرت مستوى كويس. الناحيه اليمين طبعا محمد هاني غايب طبعا عشان الاصابه، فالاقرب لغايه دلوقتي احمد سوف. طارق حمد هيعود على حساب عمرو سليمان الموجود. محمد النني طبعا اللي بيمشي خطوات كويسه جدا في ارسنال، ما وكان شاء في الله قعده عليه. بينه وبين كابتن حسام بدري، واحنا في الطياره كابتن حسام بدري قاعد يوجهه في بعض الحاجات ويقول له الاداء كويس وعايزين نعمل كذا الماتش الجاي، وقعد يتكلم في الماتش. نفس الامر طبعا عبد الله سعيد موجود جنب شمال طبعا محمود تريزيجيه. ناحيه الجناح اليمين يعني زيزو، وفي مفضله ان ممكن رمضان يبتدي في الجناح اليمين او تريزيجيه يبقى شمال، ويمين ورمضان شمال، كل دي هيبان النهارده في الفرقه. كل دي حاجات الكابتن سام كان بيدرسها، والافكار الوارده جدا في المركز كابتن بدري. طبعا المهاجم مصطفى محمد برضه كل ظهر مستوى كويس. طبعا كوكا كان هيشارك طبعا في الشوط الثاني، كوكا بيمتلك قوه بدنيه كويسه جدا. الاجواء هنا يعني الجو في سنه حراره شويه مرتفعه، لكن الاجواء كويسه ومقاربه للاجواء في مصر. أرضية الملعب يا مراد أخبارها إيه؟ هل شفت أرضية الملعب ولا لسه الملعب اللي هتستضيف المباراة؟ ما وصلناش الملعب، بس هم يعني هنا بيشكروا في الملعب وأرضية الملعب والدراجات، يعني الملعب كويس هنا في العاصمة الدومي عاصمة دوكو، وده الملعب يعني معظم الماتشات المنتخب اللي بيلعب عليه. والمنتخب تقول الحقيقه موجود معانا في نفس اقامه الفندق، وبيتدرب في فندق في ملعب كده خاص بالفندق، وبيتدرب فيه على طول، اللي كانوا بيتدربوا امبارح
اول ما احنا وصلنا، وبيتدربوا النهارده فتره الصبح وفتره بالليل، وعندهم استعداد للماتش. لكن ان شاء الله ايا كان بقى ارضيه الملعب حلوه او وحشه، احنا تعودنا على الحاجات دي خلاص. طبعا طبعا. اهلي او زمالك عندنا الانديه الكبيره اللي بتشارك في افريقيا او منتخب طبعا، فخلاص باذن الله نحقق بكره نتيجه كويسه جدا، نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، نفوز طبعا عشان نريح اعصابنا ونتاهل زي ما قلت لك. باذن الله انت شايف انك كنت حصلت التاهل لهم افريقيا كاول او ثاني مجموعه، لكن نتمناها اول طبعا باذن الله. وكل اللي بتوفر والمساند طبعا للكابتن حسام والقياده اكيد المنتخب. اكيد. والكابتن طارق مصطفى وصل النهارده يعني اتمنى عليه لغايه في طارق وصل الظهر الظهر اليوم. والحقيقه كان عندي يعني عكس ما الناس بتقول ان كان في مشكله بينه وبين كابتن طارق، هو مشكله في للاسف في جواز السفر. وانت طبعا يا امير الناس بتغلط يقولوا الحاجات دي اداريه المفروض من الاول. لا، هو المشكله ان انت مسافر بطياره خاصه يا امير، فالاجراءات كانت بتخلص من المطار، يعني الجوازات كانت بتتختم من المطار، ما بتاخدش التاشيره بس. بس يا مراد، بس يا مراد طبيعي، بس انا طبيعي انا كاداري في الجهاز الفني لمنتخب مصر ابقى عارف او ببقى معايا الباسبور بتاع اي واحد عضو في الجهاز الفني او لاعب، ببقى عارف ده هينتهي امتى تاريخه والكلام من ده. دي حاجات لازم، هو المشكله حاجات بديهيه يا مراد، يعني المفروض ما احنا ما نقعش فيها. موجوده، بس هو الغلط يا امير ان انت يعني في مشكله ان انت بقالك سنه كمنتخب ما سافرتش، يعني انت الكورونا وقفت المنتخبات من شهر الكوره من شهر لثلاثه، وانت قبلها كان اربع شهور عندك مفيش توقف دولي، فممكن ما يكونش يعني كابتن طارق مصطفى ما خدش باله من تاريخ الانتهاء. ونفس الامر برضه زي ما قلت لك الجهاز اللي بياخد اللي بيستلم جوازات السفر واستلم جوازاتنا احنا كبعثه اعلاميه صباح يوم السفر وختمناها في المطار، ف يعني كانت غلطه مش يعني غلطه مش مقصوده، غلطه اداريه مش مقصوده خالص اكيد طبعا. مش مقصوده، بس لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي دي، لازم ناخد بالنا من الحاجات طبعا زي دي، لان يعني احنا منتخب كبير برضه. طبعا الناس الحقيقه طبعا الناس اللي موجوده سواء كابتن محمد بركات او مينا او علي محمد علي، من الناس الحقيقه الشباب الواعد جدا اكيد اكيد بيتعلموا طبعا. وخطا يتعلموا منه طبعا، ما فيش خطا مش تتعلم منه. صح ان شاء الله الفتره الجايه الدنيا تعدي على خير باذن الله. موعد العوده امتى يا مراد اخيرا؟ موعد العوده هنوصل القاهره يعني 6 صباح الاربعاء ان شاء الله، يعني المنتخب هيخلص الماتش هنرجع الفندق ياخدوا الشنط ويطلعوا على المطار ان شاء الله، يعني في توقيت القاهره 11 او 12 بالليل باذن الله نوصل 6 الصبح باذن الله. تيجوا بألف سلامة إن شاء الله يا مراد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع، كان معنا في مداخلة مهمة جدا من توجو، انطمنا من خلالها على كل الاستعدادات للمنتخب الوطني اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في مباراة الغد، وإن شاء الله يحصد 3 نقاط جديدة في مشوار التصفيات الأفريقية بإذن الله تعالى. طيب هروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نكمل بقى ونتكلم في الأمور المهمة جدا اللي بتتعلق بالنادي الأهلي. استنوا.